Abloh ibn Ayed un bâtisseur معناتها c'est une personnalité اللي بنات عاش برؤية عاش حلم حلمة وخدم عليها ونجح وكان من رائد في تونس ساهم في الاقتصاد الوطني ابدا المسيرة متاعه من عام 67 اكثر من 50 سنة توا جروب بولينا معناتها اللي عملوا عبلوه بن عياد انه معناتها خلق عادات يومية غذائية للمواطن التونسي معناتها في كل فترة وين ما ثم حاجة أو أزمة في البلاد هذية يخمم في الحل هيك الأزمة هذيك ترحموا على روح المرحوم وإحنا الفرصة هذية في مدينة صفاقس اللي مسقط رأس المرحوم كنا راهم معبين أكثر من التذكار للمرحوم واللي خلاه روح الخدمة والروح الوطنية اللي خلاها لنا المرحوم هذه هي المهمة. احنا انا واحد من الناس نعرفه وعندي عشت معه 30 سنة 30 سنة هذه عمره ما واحد ينسى عرفه ولا ينسى أخوه الكبير حق بالتأكيد معناتها فترة صعيبة واحنا بالتأكيد نعديوها كأشخاص والمؤسسة متاعنا كونوا متأكدين اللي كنا رانا واقفين وراء المؤسسة متاعنا وهي مؤسسة كبيرة وفعلنا اللي بروسيدور متاعنا وعندنا رجال اللي كونوا مع المرحوم الشركة هذية موجودين وباش يقعدوا ديما عندهم نفس الروح التنافسية وروح الخدمة اللي كنا زانكولكي سي عبد الوهاب الله يرحمه ما نخافوش بالكل احنا على المستقبل الموسّع احنا نحبوا بالعكس نطوروا الموسّع بتاعنا خاطر هو بالتوصيات اللي نتاعو معناتها هذه بلادكم ولازمكم تطوروها عن احنا نعملوا ما نعملوش السياسه معناتها من اصلنا في الشركه اما هو احنا السياسه بتاعنا هي الانتاج روح العمل وروح تونس انسان افونغارديست انسان وطني انسان وقت يخدم كان بور لو ديفلوبمون وافيك اون فيزيون